شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا بالوصف والتعليق، مشاهدين الأعزاء، متابعي قناة ياس الرياضية الناقلة في هذا الصباح، انطلاقة أشواط الماراثون. شاهدنا هنا في هذه الفترة الصباحية أربعة أشواط حملت 20 سيارة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى من كل شوط. نهني كل الفائزين ونذكر بانطلاقة الفترة المسائية بأشواط رموز أبناء القبائل، بأشواط السيف الغالي، حلم الجميع وختام الختاميات. هذا الملخص والشوط الأول المفتوح والخاص بإذلال أصحاب السمو الشيوخ. تأتي لمعة بأفضل توقيت زمني من مسافة 10 كيلومترات لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الاكتبي واثق المضمرين، الذي وثق أيضا من لمعة في هذا الشوط ومن 10 كيلومترات. تهانينا لهجن العاصفة ولمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 16 دقيقة 19 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، بينما شوطنا الثاني الذي انطلقت فيه بنوك المستقبل والشوط المفتوح حصل على 3 أفضل توقيت زمني زمولي أصحاب السمو الشيوخ، فاستطاع شاهين لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيلي انطلاقة رائعة وجميلة واستلام من البداية والمحافظة والاندفاع الرائع حينما طلب منه جولة الأوامر النهائية لينطلق بكل نشاط وحيوية وياتي في 10 كيلومترات محققا توقيت زمني قدر ب 16 دقيقة 40 ثانية 4 أجزاء من ثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولعيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، بينما انطلقت أشواط ذلل أبناء القبائل لياتي الشوط المفتوح ويحظى أيضا بثاني أفضل توقيت زمني رادار من وضعت الرادار مع خط النهاية، لتاتي مع الكذابة وياتي الدكتور علي رضا الهاشمي في هذا التسلل الأكثر من رائع والمنافسة في 10 كيلومترات. فإن دل على شيء دل على القوة والحماس والفوز والانتصار. 16 دقيقة 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية. الجذابة قدمت عرض رائع وجميل أيضا، والله يقول الحق بأنها أيضا منافسة ولا أروع، بينما شوط الختام وشوط الزمول المفتوح يعود بيضان السلالة الغنية والمربط الرائع مع محسن بن راشد بن محسن بن نديلة الذي فاز بالأمس القريب بالجيب مرسيدس في أيضا مهرجان ختامي المرموم من مسافة 11 كيلومتر. اليوم يحظى بالرنج روفر مع الجيب مرسيدس، يضيف رنج روفر 17 دقيقة 34 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لهذا البطل، تهانينا لهذا المربط الأكثر من رائع، تهانينا والناموس لمحسن بن راشد بن محسن بن نديلة. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام في كافة أقطار العالم، شاهدنا هذا التنافس القوي، شاهدنا هذا المهرجان الختامي الكبير الذي يقام هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة. نذكر مرة أخرى بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة أيضا بهجن أبناء القبائل، السيف بالانتظار، السيف الغالي أيضا بالانتظار، وأيضا أشواط أصحاب السمو الشيوخ التي سوف تنطلق بمشيئة الله وتوفيقه في صباح أو في مساء يوم الغد بإذنه تعالى. إذن مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، الفترة المسائية التي سوف تحمل أيضا المنافسات، دعوني أطلق عليها المليونية. هناك سيف الإمارات بالإضافة إلى 2 مليون درهم، سيف غالي يحمل اسم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، بينما وبالإضافة إلى الرنج روفر فوج بالفعل 2 مليون والرنج روفر والسيف الغالي. المركز الثاني
سوف يحصل على 800,000 درهم بالإضافة إلى نيسان بترول ستيشن، بينما المركز الثالث سوف يحصل على لاند كلوزر ستيشن بالإضافة إلى مبلغ نقدي 600,000 درهم. المركز الرابع سوف يحصل على 400,000 درهم، والمركز الخامس سوف يحصل على 200,000 درهم. هكذا مشاهدين الأعزاء، السيف في انتظار المساء، الساعة 2:30. شكرا للزميل أسامة الهواري، شكرا مسعود الكثيري، شكرا محمد بن مية العفاري ويوسف بن قاسم، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوسائل التعليق، نايف بسعود البلوي، سعد بن متلع العتيبي، حمد بن طويرش الوهيبي، محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه، وإلى الملتقى بإذنه تعالى في الفترة المسائية 2:30 بعد ظهر هذا اليوم.